هذا الحفل الذي يقام بمناسبة اختتان براعم ابناء عمال نفطال، وهذا يؤكد ونؤكد من خلاله تمسك مؤسسة نفطال وبالعمل والتنسيق مع الشريك الاجتماعي من أجل تقديم الرفاهية وتقديم كل ما هو في خدمة العامل وأسرته وأبنائه. وقد اخترنا أن تكون مؤسسة نفطال تشارك عمالها وعائلاتهم في هذه الحفل، وهذا الحفل اللي هو حفل ختان البراعم اللي هم إن شاء الله جيل المستقبل. فمؤسسة نفطال زيادة على أنها مؤسسة مواطنة، فإنها تولي رعاية واهتمام كبيرين لكل ما يقدم من فائدة لعمالها. وهذه المواقف التي تقوم بها المؤسسة ستزيد في اللحمة وتزيد في تمسك عائلة نفطال الكبيرة.